معنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من اسطنبول كاتب والمحلل السياسي سيد زياد بومخلا، مرحبا بك. إذا في الذكرى الثامنة لبدء الثورة التونسية، هل حققت الثورة أهدافها؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بك. هل حققت الثورة التونسية أهدافها؟ السؤال مركب كثير من الشرح، ولكن حققت أهدافها في البعد السياسي لا شك، من خلال مراكمة جملة من المنجزات السياسية، من أبرز معالمها إنجاز 3 انتخابات قررنا نزيهة في 8 سنوات الماضية، سواء انتخابات 2011 أو 2014، وخاصة الانتخابات الأخيرة في 2018 التي وزعت السلطة على أقصى نطاق ممكن من خلال تفعيل الفصل السابق للدستور التونسي من خلال السلطة المحلية، المنجزات على مستوى الدستور من خلال إيجاد مؤسسات دستورية على مستوى الإعلام، على مستوى القضاء، على مستوى محاربة الفساد، مسار العدالة الانتقالية انتهى في فصله الأول وعاد الخيار الديمقراطي، ولكن لا شك أنه أهداف أخرى ما زالت تنتظر التحقق، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. هناك فشل واضح في إدارة البلاد، هناك عدم الثقة التي مست العلاقة بين الفاعل الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية، الحكومة التونسية المتعاقبة، بما يجعل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية حقيقة مقلقة ومزعجة للشارع التونسي وللمواطن التونسي. نعم، لكن هناك تحولات كبيرة طرأت على الشارع السياسي التونسي سياسيا واقتصاديا، ألا ترى أن الثورة المضادة إنجاز التعبير حققت يعني مكاسب كثيرة في ظل هذه التحولات؟ لا شك هناك مكاسب حقيقية، هناك خاصة بالقياس إلى المحيط الذي تعيش فيه تونس. نحن لدينا جار شرقي اللي هو الجار الليبي انطلق في ثورة معينة، عرف حالة من عدم الاستقرار انعكست بشكل مباشر على الواقع التونسي. هناك كذلك إقليم محتف يعني بالكامل فيه أزمات متعاقبة، هذا انعكاسه كان كذلك على الحالة السياسية، ورغم هذا الحالة السياسية استطاعت أن تستمر في ظل هذه الصعوبات، استطاعت أنها تشق طريقها رغم كل المحاولات. نعم، يعني الصوت يصلنا متقطعا، نتمنى أن يكون بصورة أكثر وضوحا. يعني في ظل هذه التحولات يرى البعض أن ما أنا من آثار تغلب الثورة المضادة تلك الدعوات لأصحاب السترات الحمر، كيف ترى تلك الدعوات؟ هل هي دعوة لموجة جديدة لثورة الياسمين؟ في عمق الثورة المضادة، رغم أنه هذا لا ينفي أن هناك استحقاقات حقيقية ما زالت تنتظر التحقق في الحالة التونسية، ولكن لا يعني أنه يمكن تحقيقها من خلال هذه الدعوات للفوضى، خاصة أنه أصحاب هذه. أعتذر منك ومن المشاهدين الكرام، من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي سيد زياد بومخلا.